ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شيرين انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه، احمد فاهم اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سنه طيبه. ولا يهمك خالص، ولا يهمك. اهلا، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. اوكي طبعا. سيب. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما انا تجاريني معايا. في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكره هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقه الجنان دي. الله بالخير. اهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. اهلا وسهلا. ابي اعرف غرفه الفنان احمد فهمي. وانا ابي فوق الشجره. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفه رقم خير يا فندم؟ لا كنت هقول رقم كام. رقم ايوه بس انا كنت عايز اتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني ال اني اسمها اني. انا الامير محمود سليمان، امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه. لما تقول له ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنا هديه من امنا الشيخه نعسانه، نبي نعطي هذه الورود النادره الوجود للفنان احمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الاميره نعسانه. نعسانه كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكله، هيكسبها لنا واحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير، تبوظوها، هذه ورود رقيقه تحتاج معامله. طيب هستاذنكم بس اسال المدير واجي ارد عليكم. خويي تشيك مع المدير. تشيك تشيك. هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجه واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كيف بتسوي رقم احمد؟ عايز ابغى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا، في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعاً. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خويي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي يا أخي خد علاج. أعدي. مو ينفع يومه يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسماء. يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا.
أين الجوال؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضحي؟ يا سلام يا اخويا، انت حويت انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ حاضر، خلاص خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى حلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوة براوة اما براوة، دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يالا. انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، سفنجة ودلوني. انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، اصفر كموني. انا سبونج بوب. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انتي وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه ايديه اتحشرت في زوري. هو انت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك، هو انت؟ معلش معلش، بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. عملنا كوي بيست. شيرين، عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هارس سويت. طب الدهب بقى لحسن يعرفنا. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانيه واحده معلش. المدام ده وقته، ده ده وقته. الو يا شوش. اياد يا هاني، بقول لك ايه، خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. اياد، ما هو كل مره بيقولوا كده. اياد ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي، بقول لك ايه، هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت.